خلونا بقى نروح لوزارة الصحة والسكان اللي أطلقت قوافل طبية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة اللي تابعة ليها والعيادات المتنقلة، وده مستمر لحد بكرة 31 أكتوبر، وده بيستهدف رقم أو رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية. وكمان هيكون في يعني في كمان إقامة معارض لنوادي المرأة، وده أثناء الحملة لتنمية قدرات السيدات الذاتية ويكتسبوا خبرات حياتية، وكمان يعملوا معارض للمرأة من مصنوعات جلدية وأعمال خياطة والتريكو بعد طبعا ما تم تدريبهم على ده كله في مشروع لتنمية الأسرة المصرية. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة وتفاصيل الثلاث أيام، ويا ترى هل أثرهم هيكون إيه على المواطن او المواطنين في الشارع. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير استاذه مايا، صباح الخير، تحياتي لكما وصباح الورد عليكم. اهلا بحضرتك. يعني يمكن انا لفت نظري برضو في الخبر انه هيكون في اقامه معارض لنوادي المراه، وهيكون فيها شقين في الحقيقه، هو شق التوعيه الطبيه وكمان الشق الثاني وهو عرض الصناعات والتريكو اللي اتدربت كمان عليه هؤلاء السيدات. ازاي بيتم التنسيق بقى يعني انه يكون القسمين دول موجودين في المعرض؟ يعني ازاي بيتم التنسيق بين الجهات المعنيه؟ يعني خلينا وحك انه تنظيم الاسره او صحه المراه لم يعد مساله استخدام الوسائل التي تقلل او تباعد او تؤدي الى تنظيم مساله الحمل، لكن الحقيقه تنظيم الاسره هو مفهوم مرتبط بصحه الاسره، صحه المراه، صحه الطفل، صحه الاسره بوجه عام، وبالتالي الهدف هو نقل هذه المعلومات الصحيه الى الام سواء كانت انجبت فعليا أو ناوية تنجب مرة أخرى، أو حتى المرأة التي في سن الزواج وتريد أن تقدم على الزواج. معلومات مرتبطة أساساً بالسن الأمثل للزواج، السن الأمثل للإنجاب، الفترات البينية ما بين كل طفل وطفل. طب إيه نعيد تاني، يعني خلينا زي ما بيقولوا كده إيه، نعمل انتعاشة للذاكرة، إيه السن الأمثل للزواج خصوصاً في يعني ظروف العصر الحالي، يعني السن الأمثل للزواج والإنجاب؟ إحنا بنتكلم من الناحية الصحية، يعني لا شك إنه من الناحية الصحية الفترة ما بعد سن العشرين هي فترة مناسبة، وإنه قبل السن ده بتبقى الأم أكثر عرضة للإجهاض، أكثر عرضة للأنيميا، أكثر عرضة لعدم الاستقرار النفسي والعاطفي. كذلك الزواج، كذلك الزواج ولا ده في الحملة فقط؟ لا، احنا بنتكلم على الزواج، بداية الحج، بداية الجواز. نتكلم على الزواج. ثم انه عدم الإنجاب في السنة الأولى للزواج وتأخير ده ما بعد السنة الأولى من شأنه أنه بيجعل أيضا المرأة أكثر قدرة من الناحية الصحية، الأسرة أكثر قدرة من الناحية الصحية، الأطفال، لأنه الحقيقة الإنجاب برضو في سن مبكر بيؤثر على الحالة الصحية للطفل، بيأثر على إصابة الطفل بأمراض زي الأنيميا والتقزم، وبالتالي الهدف من هذه القوافل هو توصيل هذه المعلومات الصحية. وفي نفس الوقت من المهم إنه الأسرة والمرأة تبقى قادرة على توفير دخل للمنزل وللأسرة من خلال المشاغل، من خلال العمل، من خلال المعارض، المشاريع متناهية الصغر، لأن ده مش بس بيساهم في توفير دخل، ده كمان بيساهم في الاستقرار الاجتماعي وفي تحسين الوضع الصحي النفسي للأسرة، لأنه الصحة مش بس هي صحة الجسد، هي صحة الجسد والروح والنفس. ووزارة الصحة تتحرك على هذا المستوى من الصحة، الصحة بمفهومها الأعم من مجرد أنه الإنسان لما يعيا بيلاقي مكان يتعالج فيه، ده واحد من مفاهيم الصحة، صحيح. لكن الحالة الجسدية الفكرة هي ثقافة تعلم فن خلق أسلوب حياة، يعني حياة كاملة بكل توجهاتها بشكل صحي طبعاً. متزامن ومتناغم من الناحية الجسدية والنفسية والروحية. طب يا فندم، الدمج بين التوعية وتعليم الحرف والمهن يا ترى هيتم ازاي؟ ده بيتم من خلال مراكز صحة الأسرة، من خلال الوحدات الصحية، يعني في تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في تنسيق مع وزارة التخطيط، هي الدولة بتتحرك بشكل متناغم ومتكامل من خلال كل الوزارات المعنية للوصول إلى حياة كريمة للأسرة المصرية وحياة كريمة للمواطن المصري على جميع المستويات، صحية، اجتماعية، مادية.
بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. ويمكن حضرتك يعني ألقيت الضوء على نقاط مهمة جدا، وهي النقطة الأساسية ياسمين فعلا أنه إحنا دلوقتي في عصر المتعدد الأبعاد، يعني الوعي بالتعدد الأبعاد، خصوصا إحنا ما بقى يعني جيل الإنترنت هو أكتر جيل هيكون عارف ده، لأن أنت بتدخلي على جوجل أو يوتيوب بتشوفي كل المجالات، كل الصناعات، تقدري توصلي لكل حاجة أنت عايزاها بسهولة، كل العلوم بأنواعها، سواء علوم روحانية، سواء أنا مهتمية أصلي بالعلوم الروحانية، أنا عارفة طبعا جداً. أنا عارفة أو مؤمنة جدا بهذه العلوم من زمان. وخلينا نقول بقى يا جماعة بجد، يعني خلاصة المكالمة دي مهمة جدا، يعني نقطة السن، السن الصحي، السن الصحيا الصحي للزواج، يعني احنا بنتكلم على ما قبل العشرين، أرجوكم بلاش الزواج ما قبل العشرين، وخصوصا للبنات، وطبعا اكيد الرجال عشان يكونوا عقله شويه، يعني يكونوا عقله عاطفيا او ذكاء عاطفي. لا وكمان في حمله وزاره التضامن عاملاها انه جوازها قبل ال 18 بيضيع حقوقها، حاجه يعني ليها اسم شبيه من كل النواحي بقى، هي خسرانه من كل النواحي. دلوقتي بنتكلم من وزاره الصحه، صحيح يعني خسرانه صحيا، خسرانه ماديا، خسرانه كل حاجه، هي نفسها حتى ذكائها العاطفي وعيها العاطفي. وفعلا يا جماعه بلاش البيبي بتاع شهر العسل ده، اللي هو يعني بجد والله خلاص احنا دلوقتي بقينا عندنا وعي اكبر، طبعا اللي فات فات وخلصنا، بس يعني استنوا سنه مينيمم 6 شهور، يعني اي حاجه اول 6 شهور مع بعض، يعني يعني حتى عيشوا الحياه، عيشوا الحياه كاثنين مع بعض كده في بيت واحد، نشوف هنكمل مش هنكمل، مش كده يعني. والله يعني لطيف جدا. ويا ريت نشيل الارث الثقافي بتاع ربطيه بالعيال. لا مش هتربطيه بالعيال على فكره، هو لو عايز يسيبك وانت عندك 10 عيال هيسيبك بالظبط، وهيتجوز وهيخلف تاني ممكن يسيبها، وانت اللي هتلبسي ال10 عيال لوحدك على فكره.